في العراء المقفر بين الجبال يقيمون خيامهم الهشه والمتهالكه التي لا يجدون سواها ماوى لهم. هنا في جبال سنجار يعيش الاف النازحين الايزيديين، حيث يستقبلون برد الشتاء القاسي بخيام في مهب الريح وسط نقص في وقود التدفئه والاحتياجات الاساسيه. خيامهم الممزقة لا تقي ولا تغني من لسعة البرد، وأحيانا تسقط بالكامل، وفي حين يلجأ النازحون إلى خياطتها بأيديهم تستمر الرقع الكبيرة في الظهور بوضوح. مرت 4 سنوات على تشريدنا ونحن نعيش في هذه الخيام في ظروف قاسية للغاية. لقد جاء الشتاء ولم يعطينا المجتمع الدولي أي خيام، ومع اشتداد البرد تتزايد المخاطر الصحية على النازحين وسط نقص في الدواء والخدمات الصحية. ندعو المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة إلى تزويد هؤلاء الأشخاص بما يحتاجون حتى يتمكنوا من العودة إلى قراهم، لأننا نراهم يتجمدون عند الجبل. عندما ننظر إلى المرضى في المستشفى نرى أن 80% منهم يأتون من الجبال بسبب إصابتهم بنزلات البرد بسبب الطقس القارس. نحو 400,000 إيزيدي نزحوا بسبب هجمة داعش على سنجار، أكثر من 40,000 منهم لجأوا إلى حياة قاسية بين الجبال قبل 4 أعوام، وحتى الآن لا يستطيعون العودة إلى منازلهم.